عناصر الجملة الفعلية. أبي، تعال يا أبي بسرعة وانظر ماذا حدث لحديد. ماذا حدث يا شاهد؟ تكلم أنت يا فهد. إنه يافي، ربما فقد ذاكرته. كيف؟ أين هو؟ ها هو قادم، احترس يا أبي. بك 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 كر. ها 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 هي هي هو هو بر. توقف يا حديد دقائق حتى أفحصك. حسنا لا بأس، فليتوقف حديد. يا إلهي، ماذا حدث؟ لقد تلامست أسلاكه. ابتعدا قليلا من فضلكما. بقي ثلاثة أسلاك. هل سيعود سليما يا أبي؟ نعم، أفترض ذلك. لقد أعدت توصيل أسلاكه وضغطت زر التحديث. سنختبره. حديد، من فضلك كون جملة فعلية تبدأ بكلمة شهد. شهد اسم، إذا بدأت بها جملة فستكون جملة اسمية. الجملة الفعلية تبدأ بفعل. يبدو أن معلوماته المخزنة لم تتضرر. وما عناصر الجملة الفعلية يا حديد؟ تتكون الجملة الفعلية من ركنين أساسيين، هما الفعل والفاعل. يبدو أن تحديثه كان مفيداً يا أبي. انتظري لنتأكد، وما الفعل يا حديد؟ الفعل هو كلمة تدل على حالة أو حركة أو نشاط. حسناً، إليك الفعل أشرقت. أشرقت الشمس في حديقتنا. في حديقتنا فقط؟ حسناً، نقبلها. أين الفاعل؟ الفاعل هو من أو ما قام بالفعل، والشمس هنا هي الفاعل، فهي التي أشرقت. يبدو أنك الآن على ما يرام يا حديد. الاختبار الأخير يا حديد، كون جملة فعلية من عندك. يلم حديد أوراق الأشجار عن أرض الحديقة. ممتاز، جملة فعلية فيها مفعول به، وهو ما يقع عليه أثر الفعل. الفعل يلم، وحديد فاعل يلم، والمفعول به ما ألمه وهو الأوراق. مرحبا بك يا حديد، لقد عدت أفضل من ذي قبل، ولكن ترى ما سبب ما حدث؟ ربما نتيجة لعبه معنا بالمغناطيس. مغناطيس؟ من لعب بالمغناطيس؟ ماذا حدث؟ أنا أستطيع قول ما حدث بجمل فعلية، من فعل ثم فاعل ومفعول به أحياناً. أعطى فهد وشهد المغناطيس لحديد. لعب حديد بالمغناطيس. تلامست أسلاك حديد بقوى المغناطيس. فقد حديد جزءا من ذاكرة بياناته وتشابكت أسلاكه. حدث ربيع ذاكرة حديد. ارتكب فهد وشهد خطأ. يحب حديد أصدقاءه كثيرا. سامح حديد أصدقاءه الطيبين. لا بأس، ما رأيك؟ فلنسامحهما هذه المرة، فقد تسببا في تحديثك يا حديد. عناصر الجملة الفعلية. الجملة الفعلية هي التي تبدأ بفعل وتتكون من فعل، يعبر عن شيء حدث أو يحدث أو سيحدث في أحد الأزمنة. فاعل هو من أو ما يقوم بالفعل، وأحياناً مفعول به هو من أو ما يقع عليه الفعل. يكتب الطالب في الدفتر. يكتب فعل،
الطالب فاعل. قرر الأصدقاء إكمال الرحلة. قرر فعل. الأصدقاء فاعل. إكمال مفعول به. زار سعيد المتحف. زار فعل. سعيد فاعل. المتحف مفعول به.